حقيقة اليوم سعيدين جدا بحضورنا لجولة التجارة الإلكترونية واللي تنظمها منشآت مع عدد من القطاع الخاص وأيضا القطاعات الحكومية. يعني سعدنا اليوم للأمانة بما وجدناه من ورش عمل جدا متميزة تخدم أبناء وبنات المنطقة، وفعلا يعني هذا الشيء اللي تحتاج المنطقة للتشجيع وتمكين الريادين والرياديات في منطقة تبوك. هنا اللي اطلعنا عليها اليوم من خلال الجولة ومن خلال الممكنات أيضا اللي موجودة ودعم أيضا ريادين الأعمال من بداية المشروع أو من بداية حتى فكرة المشروع إلى نهايته من خلال ورش العمل والاستشارات المقدمة مجانية، للأمانة هذا يضيف شيء كبير جدا ويضمن لنا استدامة أغلب المشاريع الريادية اللي موجودة عندنا. إحنا مش إشكاليتنا عادة تكون في بعض المشاريع الريادية اللي يكون فيها تعثر، اللي شفناها اليوم بإذن واحد أحد يكون مشجع كبير جدا على استدامة المشاريع الريادية اللي موجودة بإذن الله في منطقة تبوك. ننصح دائما رواد الأعمال ورائدات الأعمال بالاستفادة من الخدمات اللي تقدمها منشآت سواء عن طريق تطبيق نوافذ إذا أصححوا لي هذه المعلومة، والاستشارات المقدمة عن طريق المستشارين الموجودين. للأمانة إذا ما تم الاستفادة مثل هذه الخدمات المقدمة والمجانية من منشآت ومن الجهات الممكنة الأخرى، هذا ما يشجع أيضا على استدامة ريادة الأعمال الموجودة عندنا في المنطقة.